سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في أحداث 24 ساعة. البداية بالعناوين. خلال لقائه بلينكين، الرئيس السيسي يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين ويشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات لغزة. للمرة الأولى إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. لليوم 98 الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة، وأعداد الشهداء الفلسطينيين تتجاوز 23,400 فلسطينيا. تفاصيل الأحداث. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا حرص مصر على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك خلال استقبال سيادته وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، حيث تم بحث الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للسيد الرئيس، منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل. وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك. تناول الاتصال تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين. وشدد الرئيس السيسي على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد أيضا على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
ضربة قوية لإسرائيل بعد مثولها في محاكمة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك بعد أن حركت جنوب إفريقيا دعوى هامة بل وتاريخية تتهم خلالها إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. تلك الدعوى التي ستكون اختبارا حقيقيا لمحكمة العدل الدولية والتي رحب بها خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة احترام أي قرار تتوصل إليه هذه المحكمة، مكررين دعوتهم بضرورة وقف إطلاق النار في غزة. نتابع. مع بدء أولى جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، طالبت جنوب إفريقيا بفرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة. وفي الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أكد ممثلو جنوب إفريقيا أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري وأن ممارساتها في غزة ترتقي إلى أعمال الإبادة الجماعية، مطالبين بضرورة منع الجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. وأضاف ممثلو جنوب إفريقيا أن هجوم حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن يبرر انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، وشددوا على أن النظام الدولي فشل في منع حدوث إبادة جماعية في غزة. وخلال كلمتها أمام العدل الدولية، أشارت ممثلة جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل أبادت أسرا ومربعات سكنية بأكملها بشكل متعمد دون استثناء للأطفال والرضع، كما أكدت أن الاحتلال أجبر 85% من سكان غزة على النزوح قسرا، مما يوضح نية إسرائيل على محو غزة وإبادتها بشكل كامل. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، قال الفريق القانوني الممثل لجنوب إفريقيا إن موقف بلاده يرتكز على المبادئ، وأن جنوب إفريقيا ستستمر في الدفاع عن موقفها لضمان تطبيق القانون الدولي وعدم إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها في قطاع غزة. جاء ذلك في رد على أسئلة الصحفيين بشأن مدى تخوف جنوب إفريقيا من الضغوط الدولية. وتزامنا مع بدء أولى جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تظاهر آلاف الأشخاص أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإدخال المساعدات بشكل فوري ومستمر للقطاع. وأكد المتظاهرون تأييد الحق الفلسطيني في العيش بسلام وإقامة دولته المستقلة، مؤكدين أن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم. من جانبها، طلبت الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة بدعم جنوب إفريقيا وخطواتها أمام محكمة العدل الدولية. وبدوره وجه رئيس وزراء فلسطين الشكر لجنوب إفريقيا على الدعوة التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وأضاف أشتية أن إسرائيل تقف متهمة أمام محكمة العدل الدولية، ومتهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتهمة في شوارع جنوب إفريقيا وشوارع العالم أجمع. أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر متواصلة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري. وأضاف العسومي في كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة فلسطين التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران، أن المجتمع الدولي لم يتمكن على مدار أكثر من 3 أشهر من مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار ووقف المجازر الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، والتي حولت قطاعا كاملا من دولة فلسطين إلى مقبرة جماعية تنعدم فيها كل أساسيات الحياة. مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرحلته الثالثة، ومع اقتراب اليوم 100 من الموت والدمار لسكان القطاع،
وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 112 شخصا ونحو 200 مصاب، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23,469 شهيدا، بينما أصيب منذ 7 أكتوبر الماضي 59,604 فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء. مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 98، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على القطاع، حيث شن الاحتلال غارات مكثفة على جنوب القطاع ووسطه، كما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها العنيف للمربعات السكنية في محافظة خان يونس ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف جوي عنيف طال طرقات ومحاور رئيسية بالمحافظة، وأسفرت الغارات عن استشهاد وإصابة العشرات. من جانبها أعلنت حركة حماس وسرايا القدس استهداف غرفة قيادة لجيش الاحتلال خلال عملية مشتركة شرق خان يونس، كما أعلنت حماس استهداف قوة صهيونية راجلة داخل أحد المنازل وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. كما تمكنت الفصائل الفلسطينية من استهداف جرافة إسرائيلية، كذلك استهدفت 3 آليات بقذائف الهاون وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط بني سهيلة شرق خان يونس. ومع قرب مرور 100 يوم على بدء العدوان على غزة، يشير مراقبون إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين، كما تشير بعض التقارير إلى أن تحويل إسرائيل الأعمال القتالية المكثفة إلى عمليات خاصة قد يكون نتيجة للمقاومة الشرسة للفصائل الفلسطينية. يأتي هذا بينما أدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بأشد العبارات استشهاد 4 من أعضاء فريق الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمريضين اللذين كانا ينقلانهما، وذلك على أثر تعرض سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها للقصف، ليرتفع بذلك عدد الضحايا من موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين استشهدوا أثناء الخدمة في غزة منذ أكتوبر الماضي إلى 8 أشخاص. هذا وقد استشهد أمس الخميس الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من شهر أكتوبر الماضي. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد أسير محرر يبلغ من العمر 37 عاما، وذلك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع بالقرب من جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة، وآخرها اقتحامات طول كرم ونابلس وجنين. كذلك نفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب وتهديدات بحق معتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات. أعلن حزب الله مقتل مسعفين اثنين في قصف إسرائيلي طال مركزا لإحدى الهيئات الصحية في بلدة حانين جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان له إن الهجوم الذي استهدف به الإسرائيليون مركزا للدفاع المدني أدى أيضا إلى سقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المركز. وقد أدانت وزارة الصحة اللبنانية بأشد العبارات الاعتداء المباشر الذي تعرض له المركز، موضحة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت أيضا سيارة إسعاف. قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي أموس هوكشتاين إن لبنان وإسرائيل يفضلان التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين البلدين، بما يسمح للمواطنين من الجانبين في استئناف حياتهم الطبيعية. وأضاف هوكشتاين في مؤتمر صحفي في بيروت أنه بحث تلك المسألة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. وأكد هوكشتاين الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بسرعة، مشيرا لأن الحكومة الإسرائيلية ترى أن هناك نافذة ضيقة لإنهاء الأزمة وأن المسؤولين هناك يفضلون الحل الدبلوماسي.
متواصلون معكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. خلال تفقد مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مدبولي يؤكد أن الأزمة الاقتصادية العالمية شكلت فرصة لتعميق التصنيع المحلي. أهلا بكم من جديد. قام وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى العاصمة الإريترية أسمرة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات. صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وقال المتحدث إن وزير الخارجية نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه الرئيس أفورقي واعتزازه بالعلاقات التي تربطهما، مؤكدا حرص مصر على تدعيم علاقاتها الأخوية مع إريتريا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب الرئيس أفورقي عن تقديره لمبادرة الرئيس السيسي بإفادة وزير الخارجية الأسمرة برسالة من سيادته، مشيرا إلى تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع مصر لتعزيز الشراكة على المستوى الثنائي وتكثيف آلية التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. كان وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإريتري عثمان صالح قد أكد اعتزازهما بعمق وصلابة العلاقات بين مصر وإريتريا على مدار العقود، وعزمهما على مواصلة الارتقاء بها إلى آفاق رحبة من التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها شكري فور وصوله إلى العاصمة أسمرة، حيث استعرض مع نظيره الإريتري برامج ومشروعات التعاون القائمة والمقترحة بجانب الوضع الراهن في منطقة القرن الإفريقي والدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة. كما تطرقت المباحثات إلى ملف السوداني والوضع في قطاع غزة. التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان لمع ممرة. وخلال اللقاء أكد أبو الغيط على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية حيال الأزمة في السودان، والتي تشمل أيضا ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت بما يحافظ على أرواح المواطنين في السودان ووحدة أراضيه وحماية المؤسسات الوطنية، انتهاء بإطلاق حوار وطني سوداني شامل. من جانبه نقل المبعوث الأممي التفهم الكامل للسكرتير العام لتلك المحددات، كما قام بإطلاع الأمين العام على رؤيته التي تتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء كانت مدنية أو عسكرية، وذلك بهدف وقف الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة تنقذ الدولة السودانية من المخاطر التي تهددها. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالإفراج فورا عن ناقلة نفط وطاقمها كانت قد أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرتها في بحر عمان بناء على أمر قضائي. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد تلقت بلاغا بشأن اعتلاء مسلحين ناقلة نفط في خليج عمان. من جانبها أكدت شركة إمباير نافيجيشن أنها فقدت الاتصال بالسفينة المحملة بشحنة تزن 145 ألف طن من النفط. وأضافت الشركة أن السفينة سانت نيكولاس تم تحميلها في البصرة العراقية متجهة إلى أحد الموانئ التركية، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم وهم يوناني و18 فلبينيا. قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إن أي هجوم أمريكي على جماعته لن يمر دون رد، وتوعد في كلمة متلفزة بأن أي رد قادم من جانب الحوثيين سيكون أكبر من الضربة الأخيرة التي استهدفت سفينة أمريكية في البحر الأحمر. وفيما له صلة أعلنت البحرية الفرنسية أن قدراتها الحالية في البحر الأحمر كافية، وأشارت أيضا إلى أن قوتها
ترافق السفن التي تحمل مصالح فرنسية في المنطقة التي تستهدفها جماعة الحوثي، وأوضحت البحرية الفرنسية أنها تتعاون بشكل وثيق مع العمليات التي تقودها واشنطن في البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة الدولية، إلا أن تحركاتها تظل بالكامل تحت القيادة الفرنسية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت فرصة لتعميق نسبة المنتج المحلي وتصنيع مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن توطين الصناعات يحتل أهمية قصوى في الأجندة التنموية للدولة. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي في ختام تفقده عددا من المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة ميناء السخنة. جولة تفقدية للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استهلها بتفقده لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، حيث تابع رئيس الوزراء نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية وغيرها، حيث أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. اللي بيحصل في ميناء السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية. احنا بنتكلم على ميناء هيكون إن شاء الله من أكبر الموانئ على مستوى العالم، مش بس في المنطقة بتاعتنا، بنتكلم على 18 كيلو أطوال أرصفة عشان تخدم كل أغراض عمليات النقل واللوجستيات. والأهم الحقيقة أن النهاردة وإحنا بنشتغل وبنخلص المينا بيتم بالتوازي معها التعاقد مع أكبر شركات في العالم للشحن وتجارة الحاويات، وبيدخلوا معنا وبيستلموا الأرصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في المينا علشان أنهم يبدأوا على طول التشغيل. يعني احنا بنبني المينا وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول. ثم تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير طريق السويس السخنة الذي يقام بطول 60 كيلو متر ليصبح بعدد 6 حارات مرورية، ويعد محورا مهما يربط بين العديد من مناطق التنمية على رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال جولته بعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد رئيس الوزراء مجموعة شركات حديد عز بالسخنة والتي حققت صادرات تقدر ب1.5 مليار دولار في عام 2023، كما يتم تصدير منتجاتها إلى 35 دولة. كما تم استعراض أول جهاز تنفس صناعي يتم تطويره وإنتاجه من خلال مجموعة حديد عز، وتم توضيح أن الجهاز يعد أول جهاز من نوعه يتم تصنيعه في مصر. نزورنا النهاردة 6 مصانع مختلفة جوه المناطق منطقة صناعية، بتبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة اللي هو مصنع الحديد اللي احنا شفناه واللي بيعتبر يمكن بينتج او اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط في طاقاته الانتاجية بطاقة تتجاوز 6.2 مليون طن سنويا، ده اكبر مصنع على مستوى منطقة الدول العربية والشرق الاوسط. والأهم إن هذا المصنع كان بيعرض علينا توسعاته كمان اللي هتحصل في خلال السنتين 3 اللي جاية عشان يضيف طاقات إنتاجية كبيرة جدا وينوع المنتجات اللي هتطلع عشان تخدم الصناعة المصرية وكمان يخدم التصدير. كما زار رئيس الوزراء مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية بالسخنة، وتفقد خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط إنتاج الموبايلات وخط إنتاج الساعات الديجيتال، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية. كما زار رئيس الوزراء مصنع سيراج فيلر لإنتاج أجهزة الإضاءة الذي ينتج كشافات إضاءة الشوارع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكشافات إضاءة مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي يعد من المشروعات الواعدة بالمنطقة الاقتصادية نظرا لإسهامه في توفير بعض متطلبات المشروعات القومية. كما شملت الجولة تفقد مصنع هيما فوما لتصنيع البلاستيك، ويعد من إحدى الشركات التي تسهم في العديد من مشروعات البنية التحتية للدولة المصرية ومنها مشروع حياة كريمة. وقد اختتم رئيس الوزراء جولته بزيارة إلى مصنع حياة إيجيبت لإنتاج المنتجات الصحية، والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وإفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاظات الأطفال على مستوى العالم،
ويهدف إلى تقديم منتجاته للمستهلكين في أكثر من 100 دولة. تأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس. المشروعات الاستثمارية القوية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتزايد يوما بعد يوم هي ثمرة لجهود قوية من الحكومة ومكثفة ومستمرة وتحت قيادة سياسية حكيمة وواعية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص. من داخل إحدى المصانع بمنطقة قناة السويس، أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري. أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أكبر سفينة حاويات تم استقبالها في تاريخ الميناء حتى الآن، حيث يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48 مترا وحمولتها الكلية بلغت 150 ألف طن. أشار الوزير إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قامت بالفعل باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، وذلك فور تلقيها الاقتراب بخطط السفينة للرسو بميناء الإسكندرية. من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع حرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية مع الحفاظ على المزايا الملاحية التي توفرها القناة. جاء ذلك خلال استقبال ربيع سفير دولة فنلندا بالقاهرة السفير بيكا كوسونين لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وذلك لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وذلك بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث تم الإعلان عن انضمام المغرب للمبادرة. ومع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة، نكون قد وصلنا بالفعل إلى ختام أحداث 24 ساعة. شكرا لطيب المتابعة، ودمتم دائما في حفظ الله وأمنه.